في محاضرتنا النهاردة إن شاء الله هنراجع جزء تاني في حقوق الإنسان، هنتكلم فيه عن تعريف حقوق الإنسان وخصائص ومبادئ حقوق الإنسان ومصادر حقوق الإنسان، وهنتكلم على جزئية جديدة اللي هي أسباب الفساد. بعد أول حاجة أو كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في المراجعة، احنا كده بنحاول نلم عناصر المنهج أو المواضيع الرئيسية في المنهج. كنا اتكلمنا على التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان. النهاردة هنتكلم على المفهوم والمبادئ ومصادر حقوق الإنسان. تعريف حقوق الإنسان، تعريف حقوق الإنسان لغويا اصطلاحيا وفي القانون الداخلي وفي القانون الدولي. الحقيقة حقوق الإنسان لغويا احنا بنقول إن الحق هي ضد الباطل، وهي بمعنى الثابت، والجمع حق حقوق. وبنقول كمان يقال في المعجم اللغوي أحق، يقال أحق به بمعنى أقدر به. أما حقوق الإنسان اصطلاحيا فالحقيقة بيقصد بها 3 حاجات، إما إنها الحريات أتوقعها الفرد أو الجماعة من المجتمع أو من الدولة، تمام، أو هي السلطة اللي بيخولها القانون لشخص لتمكينه من القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة له يعترف بها القانون. يبقى إما إنها تكون حريات، أو تكون تعريفها على إنها سلطة، أو إنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للبشر أن يعيشوا من دونها في الحياة. يبقى إذن لما جم يعرفوا حقوق الإنسان اصطلاحيا عرفوها إما إنها حريات أو سلطة أو مجموعة من المعايير الأساسية اللي لا يمكن للبشر أن يعيشوا من غيرها. أما تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي فبأنها تعني القواعد القانونية العادلة اللي بتحكم العلاقة ما بين الدولة وبين رعاياها. يبقى إذن حقوق الإنسان في القانون الداخلي هي مجموعة من القوانين والقواعد اللي بتحكم العلاقة بين الدولة وبين رعاياها، يعني بين الدولة وبين المواطنين. يبقى إذن هي في القانون الداخلي أو في قانون الدولة هي مجموعة القوانين اللي بتحكم العلاقة بين الفرد وبين الإيه وبين الدولة، تمام؟ في الحالة دي أنا بعتبرها قانون داخلي ضمن قوانين الدولة، لكنها أصبحت قانون دولي ليه؟ لأنها أخذة الشرعية الدولية، زي ما احنا بنقول أخذ الاعتماد الدولي. زي ما احنا بنقول قبل كده في التطور التاريخي إن في الأمم المتحدة وهي منظمة دولية بتعقد اتفاقيات وتعمل إعلانات دولية خاصة بحقوق الإنسان، من هنا أخذت الشرعية الدولية وأخذت الصفة الدولية. يبقى بنقول تعريف حقوق الإنسان في القانون الدولي بأنها مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية. أهو مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية، تؤمن حقوق وحريات الفرد والشعوب في مواجهة الدولة أساسا، وهي حقوق لصيقة بالإنسان وقابلة للتنازل عنها. يبقى إذن هي في القانون الدولي مجموعة بقى القواعد والقوانين اللي بتحكم إيه بقى؟ الموجودة في الإعلانات والمعاهدات الدولية، وتؤمن حقوق الأفراد والشعوب في مواجهة الدول. يبقى أصبحت تعريف حقوق الإنسان يعني هنا أعلى وأكبر من تعريفها في القانون الداخلي، مش بس مجموعة القوانين اللي بتحكم العلاقة بين الفرد داخل دولته ودولته، لكن هي مجموعة بقى الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية والعادات الدولية اللي بتحكم علاقة الشعوب بالدول تنتمي إليها. من هنا بنتكلم على مبادئ حقوق الإنسان. من أهم مبادئ حقوق الإنسان أول حاجة إن حقوق الإنسان لا تشترى وتكتسب وتورث. يعني هل سمعنا عن حد مات ورث حقوقه لأولاده؟ هو بيورث المال، تمام. هل سمعنا إن واحد كان مسجون فاشترى حريته وخد واحد تاني السجن مكانه؟ ما ينفعش.
كمان إن حقوق الإنسان مؤونة متأصلة في كل فرد من أفراد المجتمع الإنساني، وهي ملزمة التطبيق في جميع الدول اللي تلتزم الدولة والحاملين جنسيتها بتطبيقها. 2، حقوق الإنسان عالمية، واحنا قلنا انها اخذت الصفه الدوليه لانها موجوده في المعاهدات والاتفاقيات والاعانات الدوليه. يبقى اذا هي فهي في حقوق الانسان الموجوده في المواثيق الدوليه دي، اذا هنا هي بتنظر للانسان على ايه، يعني بتنظر بشكل عادل للانسان بغض النظر بقى عن جنسه او دينه او رايه سياسي او اصله الوطني او الاجتماعي، فهي فامامها جميع البشر متساويين في الكرامه والحقوق، لانها بتحمي الفرد والجماعه بغض النظر عن خلفياتهم المختلفه سواء كانت دينيه او سياسيه اي خلفيه ان كانت. كذلك بنقول ان حقوق الانسان لا يمكن التنازل عنها او انتزاعها. هل فليس من حق احد ان يحرم شخصا من حق الانسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده؟ الحقيقه ليه؟ لان حتى الدوله، حتى الدول ما بتقدرش انها اللي فيها يعني حكم استبدادي او فيها ظلم، ما بتقدرش انها تنتهك الحكومات دي حقوق الانسان زي ما احنا قلنا، لانها اخذه الشرعيه الدوليه واخده الغطاء الدولي. احنا يعني مش بس هي داخل الدوله، احنا قلنا ما بين الدول او انها معترف بها من قبل الدول المختلفه. كذلك انها لا يمكن التجزئه، يعني انا مش معقول انا هقول انا احدي حقي في الحياه لابني وحقي في التعليم وحقي في الصحه وهاخد حق التقاضي وحق التملك وحق اداره المشروعات. ما ينفعش، هي باكج على بعضيها، مش ممكن ان انا يعني غير قابله للتجزئه، بمعنى ان انا مش هسيب حاجه لابني واخد حاجه، لا هي باكج على بعضيها وتفقد بوفاه الايه؟ بوفاه الانسان، بتفقد تماما، انها مرتبطه بالايه؟ مرتبطه بالانسان. يبقى حقوق الانسان متساويه ومترابطه غير قابله للتجزئه. ذلك انه كي يتمتع الانسان بحقوقه واجب ان يعيش ويحيا، فله من حق الحياه كما يجب ان يعيش الانسان بكرامه، مما يحق له يتمتع بالحريه والأمن ومستوى معيشة لائق. دلوقتي هنتكلم على مصادر حقوق الإنسان. عندنا 4 مصادر أساسية لحقوق الإنسان، هي المصادر التاريخية والوطنية والاحتياطية والدولية. الحقيقة مطلوب مننا بس نعرف إيه هي المصادر التاريخية. المصادر التاريخية هي الحاجات اللي اتكلمنا عليها، الميثاق الأعظم اللي كان في إنجلترا، عايز الحقوق، إعلان الاستقلال الأمريكي لدستور الاتحادية، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في عن البرلمان الفرنسي. وإحنا اتكلمنا على المصادر التاريخية ده بالتفصيل. التواريخ مش مطلوبة منكم نهائي. أما الوطنية بتمثل في التشريعات اللي هي عبارة عن الدستور والقانون واللوائح. المصادر الاحتياطية بنتكلم فيها هنا عن دور بقى القضاء والفقه، دور القضاء في قضايا حقوق الإنسان، والدور التاريخ والمعاصر للفقه. وبنقول إن في كمان المصادر الدولية. المصادر الدولية بقى عندنا 5 مصادر أساسية. أول حاجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلانات والوثائق الدولية الصادرة في الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة. الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة. احنا في المصادر اللي فاتت انا كنت بس مش عايزه اي شرح، عايزين بس ايه نبقى عارفين العناوين تضمنها. يعني انا عارفه مثلا عايزه اعرف المصادر التاريخ الاحتياطيه جواها ايه، المصادر التاريخيه جواها ايه. هنا بالنسبه للمصادر هناخد من حاجتين، هناخد في القسم الخاص ب او البند الخاص اعلانات والوثائق الدوليه الصادره في الامم المتحده المتعلقه بحقوق الانسان، هي الاعلانات. عندنا في الكتاب الحقيقه 10 اعلانات، ما هناخد منهم
8 إعلان حقوق الطفل، إعلان الحقوق الخاصة بالمتخلفين عقليا، الإعلان الخاص بمبادئ التعاون الدولي واعتقال وتسليم ومحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب، إعلان الخاص بحقوق المعوقين، إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وثنية أو دينية، وإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري. أما في القصة بتاعت الاتفاقيات أو في البند بتاع الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة، هناخد فيها اتفاقيات منع جريمة إبادة الجنس البشري، اتفاقيات دولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقيات عدم تقادم جرائم الحرب وجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ودخلت مرحلة النفاذ في 25 يوليو سنة 70، فتقولوا التاريخ مش علينا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية معالجة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، واتفاقية حقوق الطفل. وهنا يبقى في أنا ركزت أكتر على مندين مهمين، هو الإعلانات الدولية احنا أخدنا أمثلة ليها، والاتفاقيات الدولية أخدنا أمثلة ليها. في الكتاب صفحة 30 في كذا، في كتير من الاتفاقيات أنا اخترت أبسطها وقلنا نحفظهم يبقى يكون على خلفية بيهم. نيجي بقى ثوب العبارات الآتية: حقوق الإنسان متساوية ومترابطة وقابلة للتجزئة، هي قابلة للتجزئة. حقوق الإنسان عالمية فقط؟ طبعا لا، هي عالمية محلية، موجودة في القوانين المحلية وموجودة في القوانين والإعلانات والمعاهدات والوثائق الدولية. حقوق الإنسان يمكن التنازل عنها أو انتزاعها؟ يمكن. توجد 6 مصادر أساسية لحقوق الإنسان، هي 6. يعد التشريع من المصادر القانونية لحقوق الإنسان، هو التشريع من المصادر القانونية. إعلان العالمي لحقوق الإنسان من المصادر التاريخية لحقوق الإنسان. يعد الميثاق الأعظم من المصادر الاحتياطية، هو الميثاق الأعظم كان موجود في إنجلترا وطبعا من المصادر الإيه. يعد الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا من الاتفاقيات الدولية، هنا اتفاقيات وهنا إعلان، يبقى إذا أي إعلان بيكون ضمن الإعلان الإيه، بيكون ضمن الإعلانات والوثائق الدولية، وأي اتفاق هيبقى ضمن الاتفاقيات الدولية. ما ينفعش أقول الإعلان الخاص أو أي إعلان ضمن اتفاقيات دولية، هي ضمن الإعلانات الدولية. اتفاقية حقوق الطفل من الوثائق الدولية الصادرة في الأمم المتحدة ومتعلقة بحقوق الإنسان. اتفاقيات في إطار من الوثائق الدولية في إطار المفروض دي إعلان الأمم المتحدة ومتعلقة بحقوق الطفل. طبعا هنا في كلمة ناقصة اللي هي إعلان، طبعا اتفاق وإعلان ما إما بيركبوش مع بعض، اتفاق ضمن الاتفاقيات الدولية وإعلان ضمن الإعلانات الإعلانات. هنا بقى أكمل يعتبر الدستور والقانون ولوائح من المصادر إيه لحقوق الإنسان. نقط: هي الحريات يتوقعها الفرد أو جماعة من المجتمع. إيه هي؟ عبارة عن مين؟ تعرف حقوق الإنسان في القانون الداخلي بأنها إيه؟ الأساس الدولي لحقوق الإنسان تجسد في إيه؟ تجسد في القوانين الإيه؟ القوانين الدولية. إن شاء الله دلوقتي بقى هنكمل الجزئية بتاعتنا وهي أسباب الفساد. طب إحنا كنا اتكلمنا على مصادر أو أنواع وأشكال الفساد المختلفة، فطبعا لازم نعرف دلوقتي إيه هي أسباب الفساد. والحقيقة إن أسباب الفساد متعددة، عندنا 12 سبب من أسباب الفساد. والحقيقة يعني موجودة، طبعا موجودة في كل الدول، لكن بتدرج في أهميتها وفي فجاجتها أو مدى وجودها أو حجم وجودها من دولة إلى أخرى. ده توقف بقى على مدى سياده القانون واسلوب الحكم، وهنشوف بعد كده يعني ايه هي العناصر اللي بتظهر الفساد واللي من خلالها يوجد فساد. اذا تعدد الاسباب الكامنه وراء بروز ظاهره الفساد وتفشيها في المجتمعات، ويمكن إجمال مجموعة من العوامل المرافقة والمساعدة لممارسة الفساد التي تشكل في مجملها ما يسمى ببيئة الفساد.
وتبدو الملاحظة إلى أن هذه الأسباب وإن كانت متواجدة بشكل أو بآخر في المجتمعات كلها، موجودة في كل المجتمعات المتقدمة ونامية وخلافه، لكن تدرج وتختلف في الأهمية بين مجتمع وآخر. فقد يكون لأحد الأسباب الأهمية الأولى في انتشار الفساد أو مجتمع ما، فيكون سبب واضح قوي لانتشار الفساد، ويكون ممكن يكون نفس السبب دوت في مجتمع آخر سببا ثانويا. وفي هذا السياق فقد شاهد المجتمع المصري خلال العقود الثلاثة الماضية العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبشكل عام يمكن إجمالي الأسباب الفساد اللي هم 12 هناخد النهاردة إن شاء الله في المحاضرة بتاعتنا 6، والمرة الجاية هناخد إن شاء الله 6. هنجمعهم الأول مع بعض. أول حاجة أسباب الفساد الأساسية والمجملة: ضعف سيادة القانون، ضعف الجهاز القضائي، ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية. يعني ممكن نقول دي ضعف القيادة السياسية، يبقى كلها ضعف أهي: ضعف سيادة القانون، ضعف الجهاز القضائي، ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة أو ضعف القيادة السياسية، ضعف أجهزة الرقابة في الدولة. يبقى ضعف سيادة القانون، جهاز قضائي، القيادة السياسية، وأجهزة الرقابة. ما دول المسؤولين هو على تتبع الفساد. تدخل الحكومة في السوق الاقتصادي، عدم تجنب تضارب المصالح، قلنا ازدواجية المصالح أو ازدواجية السلطة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وضعف منظومة الشفافية والوصول للمعلومات. بقى في دور مؤسسات المجتمع المدني بقى في الحياة العامة ومؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد. مجتمعات المؤسسات المدني بقى اللي هي قلنا المنظمات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، الهيئات المدنية زي مثلا نقابة العمال. لما تكون النقابة دي ضعيفة ما بتقدرش تدافع عن عمالها. ازدياد فرص انتشار الفساد في البلدان تمر في مراحل انتقالية، زي ما حصل كده أي في ثورة ففي دربكة ففي قلق في البلد. الفترة الانتقالية من مرحلة الثورة لمرحلة بقى رجوع الدولة لاتزانها تاني وثباتها تاني وقدرة مؤسستها تاني، الفترة الخلخلة دي أو فترة عدم الاتزان دي بيحصل فيها فساد. انتشار الجهل مع ثقافة متساهلة، انخفاض أجور الموظفين الحكوميين وارتفاع مستوى المعيشة. الراجل ما بيقبض مرتب صغير وعايز يعيش حياة كريمة وعايز ياكل ويشرب يعلم عياله ويتعالج لو 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 عيا. في الحالة دي فهو بيضطر ان هو بقى بيرتشي وبيسرق وهنا ويستغل المال العام، بقى في دخلنا في الفساد المالي. القصور في الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية، ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية. وهي الحقيقة بنقول من أبرز الأمثلة الدالة على عدم احترام السيادة القانونية في الدول هو نظام الاحتكار اللي بتتبعه بعض السلطات لتحقيق المصالح الشخصية ليها، ولأن في بعض الأحيان تنفيذ القوانين بيحكمه كثير من انحياز النفوذ أو النفوذ السياسي والقدرة المالية للشخص، يعني القدرة المالية للشخص ونفوذه السياسي. والحقيقة هو اللي ممكن هو يأثر على سير مجرى القوانين أو تطبيق القوانين أو سير العدالة وعلى القضاء. وده بدك بنرجع لفكرة ازدواجية السلطة، يكون صاحب وضع سياسي كبير وصاحب أموال كبيرة وليه مصالح في الدولة. وأصبح في هذه البلاد لما يكون فيها بقى فساد أو فيها ضعف في سيادة القانون، بترسخ لدى الشعوب إن القانون هو مجرد وسيلة لحماية أصحاب النفوذ. يعني بلاد بلا قانون. يبقى إذن في الحالة دي إن الشعب شايف إن القانون ما فيش قانون، هو القانون وسيلة إن أنا بحمي بيها أصحاب النفوذ وأصحاب السلطة والقادة السياسيين والحكام. نتكلم على ضعف الجهاز القضائي. طيب عندنا قلنا قوانين والقانون غير محترم او غير مفعل او غير معمول به، او ان القانون دوت مقتصر على انه بيساند اصحاب السلطه وبيحمي اصحاب السلطه، لان اساسا مؤسسات المجتمع المدني مهمشه وملهاش اي دور. يجي الخط الثاني ايه بقى عندنا؟ الجهاز القضائي.
فعالية أجهزة النيابة العامة تتولى التحقيق والملاحقة للكشف على الجرائم وتقديمها إلى محاكم ليتمتع قضاؤها بقدرتهم على تنفيذ الأحكام. القاضي مقدرش ينفذ الحكم، ده بيفتح المجال طبعا للإفلات من العقاب والمحاسبة والردع، وده بيشجع بعض المسؤولين على الاستسهال، تطول على المال العام واستغلال موقعه الوظيفي، لأن القاضي مش قادر إن هو ينفذ الحكم بتاعه، وبالتالي المجرم سواء بأي أشكال من أشكال الفساد، سواء كان إداري أو مالي أو خلافه، فهو بيتهرب من العقاب، متعاقبش. وبالتالي انا حتى اكون موظف شريف والاقي اللي بيسرق واللي بينهب ما بتعاقبش، انا كمان حامل زيه، ما انا دخلي بسيط مثلا وعايز اعيش. وبالتالي فان تنفيذ القانون والاحكام القضائيه يحكمه النفوذ والمال، وقد اضعفت طول اجراءات المحاكم، وبالتالي ما عندهاش قوه ردع تجاه المفسدين، زي بالظبط كده لما بيهرب بعض الأساسة أو بعض الناس اللي ذو نفوذ للخارج، علشان يكونوا مرتكبين أي جريمة يهربوا من الخارج ويعملوا لجوء سياسي لأي دولة. رقم 3، ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهو رجعنا تاني لفكرة فساد القيادة السياسية. فبنقول تمثل ضعف إرادة الدولة في عدم اتخاذ إجراءات صارمة وقائية أو علاجية عقابية بحق عناصر الفساد بسبب انغماس هذه القيادة نفسها أو بعض أطرافها في الفساد. يبقى بينما القيادة فاسدة، يبقى بالتالي لازم تكون تحت يد، احنا قلنا قبل كده كله فاسد. خلاص، وبالتالي ما بنطبقش نظام العقاب بدقة، وكل حد عنده سلطة أو عنده نفوذ بيهرب من العقاب. بعد كده ضعف أجهزة الرقابة على الدولة وعدم استقلاليتها. انعدم استكمال بناء مؤسسة الدولة الرقابية، بقى مش بس قانون، لا وكمان أجهزة رقابية المفروض بتطبق القانون أو بتراقب مدى سير العمل في منظمات الدولة، أي بتراقب أعمال الحكومة كما كلها، مرورا بوجود هيئات رقابة مالية وإدارية زي ديوان الرقابة المالية والإدارية. يضعف أكيد طبعا من مساعدة القطاعات المختلفة من الالتزام ومن محاربة الفساد أو عدم وجود فساد. ليه؟ لأن احنا هنا عندنا أساسا عدم مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظم السياسية، وبالتالي ده بيؤدي إلى طغيان السلطة التنفيذية على السلطة الأخرى، وده بيؤدي لإخلال مبدأ الرقابة المتبادلة، ويقود غياب الرقابة والمتابعة إلى غياب الشفافية. مفيش رقابة ومتابعة، وبالتالي مفيش شفافية، وبالتالي معنى كده إن هيبقى في عندي فساد. يبقى أنا عندي أول حاجة ضعف سيادة القانون، ضعف الجهاز القضائي، ضعف القيادة السياسية، وضعف أجهزة الرقابة. دخل الحكومة الحكومة تلعب دورا منافسا في القيام بدورها الإشرافي والرقابي. هي بقى هي الحكومة مش دخلت مثلا تشرف على الأسواق وتشرف على السوق الاقتصادي، دخلت تتاجر ودخلت تشارك في الأوضاع الاقتصادية، في الأرباح المتاحة تجعل المسؤولين في هذه الحالة عرضة للرشاوي من أطراف في القطاع الخاص أو استخدام السلطة الممنوحة والصلاحيات للحصول على تسهيلات الأطراف ذوي العلاقة مع الأقارب والمحسوبية. دخلنا في فساد المحسوبية. وتعتبر الحقيقة الخاصة في مصر من أبرز قنوات الفساد، ومرت علينا الفترة دي زمان، كنت لسه صغيرين أو متولدتوش. فكرة بيع مشروعات القطاع العام ومشاريع وأصول الدولة لحساب القطاع الخاص، دخل فيه طبعا كم كبير من الفساد، لأن دخل فيها بقى المحسوبية والرشوة وإهدار المال العام، كل أشكال الفساد الحقيقة دخلت أو كانت واضحة جدا فيها. آخر حاجة هنقولها دلوقتي، عدم تجنب تضارب المصالح وضعف المنظومة الشفافية اللي سيتطلب مكافحة الفساد، واللي هي عدم تجنب تضارب المصالح وضعف منظومة الشفافية. مفيش معلومات،
طلب مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية، وجود معلومات كافية وواضحة، وسهولة الوصول إلى هذه المعلومات. يبقى إحنا كده النهاردة يا شباب عملنا جزء مراجعة، وأخدنا أسباب الفساد، أخدنا 6 أسباب. المرة الجاية إن شاء الله في المحاضرة الجاية هنكمل جزء مراجعة جديد، وهناخد برضو جزء جديد إن شاء الله.